العبوش ورا الخط. بس ما يطلع. اطلع خليه يطلع مش هيخش من هنا. لا لا اطلع هنا يا ابني. ماشي خش قدام شويه. لا اطلع خلاص. كل الناس تعالوا من بعيد. المدخل هنا. اطلع الباب اهو. هنا عندك. عندك ايه يعني؟ في ايه بالظبط؟ حسب يا زلمه. بقول لك ببصمة ايه؟ ببصمة ايه يا عم؟ بصمة ايه؟ هو هو تعال بقى Yeah.
هنصلي ما فيش كلام في الكنيسه خالص. هنصلي نسلم بعد ما نخلص القداس. Thank you.
أننا رأى شخص اللحم ومن رصاصه من أجل هذا يطلب الرجل ألا يوقفه ويتصل بإخراجه ويكون بالتالي أساسا واحدا هذا السر العظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة وأما أنتم النقاط فيحب كل واحد من الكراتين من كذا لنفسه وأخذ المرأة وأخذها وأخذها أيها الأولياء أطيعوا والديكم إلى الرب لأن هذا حق ابن الآباء هي أول وصية يعني لكي يكون لنا الخير ويكون موضع مع الله.
ربنا لا تترك الجنة سلاما بك لما تسمعنا فارحمنا نسألك يا رب أن تسكننا وترحمنا يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا رب أرحمنا أنت ربنا إلى صلاة ربنا من أرض تجد من أمريكا يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا يا مولانا 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 يا مولانا
بدينه وقلبه وقلبه
لا
اليمين. مش وقت فيلم ساعة.